إذا متابعين جريدة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم. اليوم تنستضفوا واحد القافلة أو واحد المبادرة جميلة من الجهة الشرقية وبالضبط من ساكنات إقليم قرسيف. معنا السي ياسين، أهلا وسهلا بكم السي ياسين. شكرا سي حسن. أولا شكرا على هذه المبادرة. هذا الواجب ديالنا السي حسن تجاه الإخوان ديالنا في الحوز والمناطق المتوترة ودان تشيشاواج المناطق المتضررة. يعني هذه القافلة كما كتشوفوا احنا صراحة تكلفنا غير بالإعلان كإعلاميين في مدينة قرسيف، ونسقنا مع السلطة الإقليمية اللي هي عامة إقليم قرسيف، في حين أنه الفضل الكبير كان الساكنين هذه الإقليم اللي صراحة كان عندنا واحد الإقبال كبير ما كناش كنتسناوه. كنا كنتوقع واحد جوج ديال الشاحنات أو ثلاثة كأقصى حد، ولكن تفاجأ أنه سبعة ديال الشاحنات كما كتشوفوا كيظهر في الخلف ديالي، وكاين مازال كاين مازال إن شاء الله. سي ياسين، هذه المبادرة هذه واش كاين شي جهات معنيه؟ يعني واش السلطات ولا هي الساكنه وفعاليه المجتمع المدني؟ تبرعات كامله ديال الساكنه، فعاليه المجتمع المدني. وكحنا كاعلاميين كنا كنتكلفوا فقط بالتنسيق والتنظيم والاستقبال ديال التبرعات. يعني من ناحيه التبرعات الفضل كله كما قلنا ديال الساكنين ديال الاقليم، اللي الساكنين بخصوص ديال السونتر في ديال المدينه وديال الجماعات المجاوره، منهم جماعه تادات، جماعه ساكا. يعني كان واحد الاقبال. شنو نقول لك؟ داكشي صراحه كنكون نوريك شي مشاهد كنا صورناها في عين المكان، راه غادي تفاجئ. يعني الناس باغين يديروا الخير تماما، باغين يديروا الخير، وكذلك ممكن تكشف للمتتبعين ديالنا اشنو كاين في هذا الخير هذا تبارك الله اللي جبتوه. احنا صراحه كاين من المواد اللي هي اللي تبرع بها الساكنه، كاين الاغطيه، كاين الفراش، كاين المواد الغذائيه، الحليب، التمر، السكر، اتاي، سنيده. يعني داكشي كما نقول لك متنوع، كاين الادويه، كاين الحليب ديال الاطفال، كاين الحفاضات ديال الدراري الصغار، كاين شنو نقول لك، يعني من جميع، كاين الماء، كاين مين ما قلبتي، كاين كلشي الخير موجود. مساعدات متنوعه. وشنو غادي تقول الساكنه ديال الحوز اللي متضرره، وكذلك ساكنه اقليم قرسيف اللي تعاونت بهذا الخير هذا؟ الناس ديال الساكنه ديال الحوز نقول لهم يقبلوا علينا، حنا ما بخلناش عليهم، والساكنه قلت ما بخلتش عليهم، نتمنى نكونوا عاوناهم ولو إذا كان هادشي نوعا ما قليل مقارنة بأقاليم أخرى. ولكن يعني بحكم الحجم ديال الساكنة ديال الإقليم هادشي تبارك الله راه فيه الخير. الساكنة ديال قرسيف كنقول لهم شكرا بزاف، حيت صراحة كما قلت لك داكشي كان فوق المتوقع. راه واخا نقول لهم اللي قلنا لهم بالنسبة للساكنة ديال الحوز، واخا نقول لهم اللي قلنا ما غاديش نقدروا نوصفوا لهم حجم التضامن ديالنا، والساكنة ديال قرسيف واخا نقول لهم اللي قلنا ما غاديش نقدروا نشكروهم على الوقفة ديالهم مع الناس ديال الحوز. معنا السي خالد كذلك، السي خالد اللي حتى هو من ساكنة إقليم قرسيف اللي جاي مع هاد الناس هادو اللي جابوا هاد المبادرة وهاد الخير. اش تقدر تقول لنا السي خالد؟ يعني رغم انه عناء السفر والتنقل والاستعدادات، احكي لنا الكواليس اللي كانت عندكم في قرسيف. اولا السلام عليكم ورحمة الله. اولا كان نعزي كانوا جبنا جينا هنايا نوصلوا العزاء ديالنا للاخوان ديالنا اللي تنضروا والناس اللي ماتت، كنقول لهم الله يرحمهم. تعازي مدينة قرسيف وصلت اليوم لمدينة مراكش، وكذلك التعازي ديال الناس كلهم اللي جاوا كما كتشوف اليوم. ساكنة قرسيف كتبرهن ماشي غير ساكنة قرسيف ولكن المغرب كامل، ملكا وشعبا كلهم تضامنوا مع هاد الساكنة هذه اللي تنضرات. اليوم جينا فرحانين، جبنا مواد غذائية متنوعة كما كتشوف، كاينين تقريبا خمسة ديال لي رومورك وكاين جوج ديال الشاحنات، كلهم محملة بأغذية متنوعة. وهذا من فضل ساكنة قرسيف، من فضل ساكنة قرسيف لا غير. شكرا سي خالد. متابعينا اذا كما شاهدتم معنا سبعة الشاحنات تبارك الله من اقليم قرسيف اللي جاوا باش تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز. شكرا متابعينا، الى اللقاء.